اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايب قلبي، اخباركم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير النهارده باذن الله. وصفاتنا مستمره دايما على طول كده للبط الخليط المسكوفي والبلدي، بسم الله ما شاء الله حجمه بيزيد معانا، اللهم بارك يا رب، كل يوم عن يوم ووزنه بيتقل معانا. ما كنتش متوقعه ولا كنت عارفه ان هو والوزن بتاعه هيكبر معايا كده، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. طبعا هقول لكم كل حاجه انا حطيتها النهارده، وبسم الله ما شاء الله والله العظيم من يوم ما اتبعت الخلطه بتاعت الحاجه اللي كانت عاملاها وانا شفتها كنت قلتها لحضراتكم، اقسم بالله البط معايا بيزيد دايما ما شاء الله اللهم بارك. يعني فعلا زي ما بيقولوا زمان، خد العبره من اللي قبلك وبعد كده اشتغل بقى ما شاء الله اللهم بارك يا رب. تعالوا كده نقول الاول مره يشوف القناه دي تنزل اشترك فيها وتفعل الجرس على الكل، وما تنسيش تحط لايك للفيديو كدعم منك للقناه، ويكون جزاك الله كل خير. طبعا النهارده زي ما حضراتكم شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. النهارده اليوم الكام يا مشاهد؟ النهارده اليوم 27 في دوره البط بتاعنا بسم الله ما شاء الله. عاوز اقول لكم البط عدت كيلو، مش مصدقين طبعا، بسم الله ما شاء الله. والله العظيم لو عندي ميزان كنت وزنت لكم، وكنت يعني كنت اوريكم الوزن بتاع البط عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. طبعا دي من الحاجات الجميله جدا 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 اللي احنا بنعملها عندنا على القناه بسم الله ما شاء الله. بناكل البط اكلات موفره، حاجات بسيطه جدا من قلب البيت، تقدري ان انت تربي شويه بط ليك شويه فراخ، المهم ان انت تطلعي انتاج ذاتي لنفسك ولبيتك من غير بقى ما تنزلي تشتري وتتعبي وتقولي يا ترى بقى طب اجيب منين، طب اعمل ايه. لان النهارده باذن الله زي ما حضراتكم شايفين عملت لهم خلطه ام مشاهد، طبعا الخلطه المعتاده بتاعتنا زي ما انتم شايفين عيش مبلول بميه. حد كان قال لي العيش بيعمل عفونه، لا العيش مش بيعمل عفونه ولا حاجه، الكلام دوت لو انت سبتيه فتره طويله. طبعا انتوا عارفين العيش بيبقى فيه نسبه خميره، فلما بتسيبيه مثلا ساعتين ثلاثه قدام البط طبعا لازم يتخمر ولازم يعفن، ده شيء من الاساسيات يعني. طبعا انت بتعملي على قد الوجبه، يعني هم بياكلوها خلاص الموضوع خلص، خلصت من عندهم ما عادش في اي حاجه. طب هتعمل في قلبهم عفونه؟ مش هتعمل عفونه ولا حاجه، لان البط اصلا ساعه لما بياكل العيش طري فهياكل بسرعه، هتلاقيه هضم ونزل طبعا في الحمام بتاعه، فما فيش اي مشكله تمام زي ما حضراتكم شايفين. وبعدين تجربه خير دليل، ادوكوا شايفين انا باكل اهو بسم الله ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين، يعني ما فيش فيها اي حاجه ما شاء الله اللهم بارك. سيبيها لله انت بس وانوي الخير كده، وربنا ان شاء الله يكرمك احسن كرم. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله 3 ترغيفه من العيش او 4 ترغيفه بليناهم بشويه ميه. عاوز اقول لكم ان انا النهارده مزوده لهم الميه شويه عشان الجو حر، فانا هنا زي ما انتم شايفين كده انا حطيت لهم 4 ترغيفه وعليهم كده ايه ازازه ميه كده، وكمان لسه هزود ميه دلوقتي معاكم في الفيديو، هزود لهم ميه كمان خلاص. طب حطينا ايه مع العيش؟ حطيت كبشه من العلف، كبشه والله العظيم بصوا يعني حبه قد كده، حبه صغيرين كده، حطيتهم على العيش، وحطيت معاهم كمان حبه فول، حبه فول مطحونين. فول ايه يا ام مشاهد؟ الفول الدش اللي احنا بنجيبه، او حتى الفول اللي احنا بنجيبه في منه بيبقى مطحون ناعم وفي منه بيبقى اللي هو الخشن، هاتي الناعم خالص دوت عشان الناعم ده هينفعك اكتر. بجيبه برش منه كده وباخد منه حبه برشهم عليه، وبسم الله ما شاء الله والله العظيم غنينا عن حاجات كتيره جدا، غنينا عن ذره وعن كل حاجه يعني ما شاء الله. الحبه بس منه هو اصلا في نسبه البروتين بتاعته عاليه جدا، فبيخلي البط اصلا معاكي ما شاء الله اللهم بارك يشيل معاكي وزن عالي جدا. بصراحة أنا ما كنتش مصدقة إن البط يعني 27 يوم وهيعدي الكيلو بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، زي ما حضراتكم شايفين بسم الله ما شاء الله. طبعا في حد هيقولي لأ ما هوش معدي، لأ معدي الكيلو، أنا اللي مربياه وأنا اللي عاملاه وأنا اللي بشوف الوزن بتاعه عامل ازاي ما شاء الله. يعني البطية ما شاء الله تشيليها تقيلة ما شاء الله اللهم بارك يا رب. طبعا هو ده اللي احنا عاوزينه، احنا عاوزين ايه اكتر؟ ان احنا نأكل البط بتاعنا ونعلفه بنفس الطريقة، يعني تتلاقي البط شال معاك وزن. دي طبعا من الحاجات اللي هي الجميلة جدا تقدري ان انت تأكليها للبط. منتش عاوزة تحط مية بلاش تحط مية، فتولي العيش او حطه له دش مفيش اي مشكلة عادي، ما فيش اي مشكله. بس بصراحه يعني انا حاسه يعني ان البط لما بيحط يعني بيتحط له ميه في نسبه الاكل بتاعته بحس ان البط مرتاح نفسيا، مانيش عارفه ليه يعني. هو بصراحه من يوم انا عملت الخلطه دي مع حضراتكم زي ما حضراتكم شايفين، يعني ربنا يصلح حالها يا رب اللي كانت قالت لي عليها يا رب، ويجازها كل خير يعني. فعلا يعني الناس بتوع زمان دول ببركه والله العظيم بجد، بيبقوا عارفين احسن مننا وفاهمين اكتر مننا وبيبقوا مربيين يعني بصوا طول حياتهم بيربوا يعني. فطبعا الناس دي بتبقى جميله جدا يعني الحمد لله.
طبعا ربنا يجازيها خير على اللي هي قالته لي. والله العظيم انا كنت مستغربه الخلطه، اول مره كنت اعمل الخلطه دي للطيور بتاعتي او للبط عموما، ما اصلش حطيت ميه على اي اكل خالص. قالت لي هي الاكل لما تحطي ميه للبط على الاكل البط هياكل وهيشبع، البط من النوع اللي هو بيحب يقعد يسقسق كده ويقعد يلغوص في قلبه الميه بمعنى صح. ففعلا هي كلامها صح، بسم الله ما شاء الله. اتلاقيت اللي انا بعمله، اللي انا كنت بعمله طول الفتره اللي فاتت دوت، يعني ما كانش له ريحه اللازمه يعني، والله العظيم بجد. لما اديتهم الخلطه دي كده وبداوا ان هم فعلا يعملوا زي ما هي ما بتقول، بسم الله ما شاء الله، اتلاقيت وزن البطه معايا فرق جدا جدا جدا. انا عاوز اقول لكم ان بعد الوجبه ده هي اقسم بالله باكلهم الساعه 12 بالليل. لو انا حطيت لهم اي وجبه تانية بيفضلوا شبعانين خلاص، يعني هم قفلوا ما عادوش عاوزين ياكلوا تاني. بصبح تاني يوم باكلهم الساعه 10 11 الظهريه، يعني مصوره لكم الفيديو ده تقريبا كنا كمان زياده عن الساعه 2، يعني كنا حوالي الساعه 3. بسم الله ما شاء الله، يعني بصوا زي ما حضراتكم شايفين، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. طبعا احنا مناش عاوزين اكتر من كده، تربي حاجه كده تربيه بيت زي ما بيقولوا، يعني تربيه بيت من اولها لاخرها. سيبك بقى من الاعلاف، وسيبك بقى من الحاجات الكتيره اللي احنا كنا بنحطها، وخلطه مش عارفه ايه للتسمين، خلطه ايه، وهات يا جدع وحط، وكم كيلو علف، وكم كيلو ذره، وكم كيلو كزب، وكم كيلو فول. وكنا بنروح نجيب لنا شوالين ثلاثه قد كده نحطهم علشان ناكل البط في اسبوع. طيب احنا دلوقتي عدنا نقدر ان احنا نعمل كده؟ طبعا لا، ناس كتيره جدا بطلت اصلا انها تربي، وبطلت اصلا انها تعمل اي حاجه من دي. ناس كتيره جدا صفوا الموضوع ده وخلصوا، يعني قالوا لك لا بلاش وجع قلب بقى، نبقى نشتري زينا زي اي حد بقى وخلاص. بس طبعا الحاجه اللي انت بتربيها تفرق 180 درجة عن الحاجة اللي انت بتجيبيها من بره. اللي انت بتربيها دي انت عارفة انت مأكلاها ايه، مشربها ايه، عطيها ايه. بحاجة بره ديت بتبقى اغلبيتها مزارع، واخدة حقن، واخدة هرمونات، واخدة حاجات. ما هو مش هينزل لك بطة في شهرين كده لله وللوطن يعني، لا طبعا لا طبعا. هما بيدوكي يعني بيدوا للبطة طبعا هرمونات، بيدوها حاجات طبعا، الحاجات دي عشان تنزل السوق. ما هو كمشروع لازم ينزلوا في ميعاد، ما ينفعش ان هما يأخروا يوم واحد عشان ما يخشش عليهم بخسارة. طبعا الكلام ده ما فيش حد هيقوله لكم، ما فيش حد هيقوله خالص. شايفين طبعا انا هنا انا بزود طبعا شوية مية كمان ليهم، شايفين طبعا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ده اللي احنا عاوزينه يا جماعه، والله العظيم بجد. التربيه التربيه البيتي، نرجع لاصولنا للزمان، نرجع لحاجه زمان. والله العظيم زمان كانوا بيحطوا كل حاجه، كل الاكل كانوا بيحطوا له بقى من اكل البيت. طبعا كمان انا عايزه اقول لكم ان في حد هيقول لي طيب ما هو اكل البيت مش هيقضي. يا ستي هاتلك حبه بطه، هاتلك خمس بطات، لما يكبروا ذبحيهم حطهم في الفريزر، وهاتي خمسه غيرهم. بلاش تجيبي كميات فراخ كبيره، هاتلك خمس فرخات، مش هقول لك هات 10 فرخات، هاتي خمس فرخات يكبروا هاتي غيرهم كده. خليكوا كده يا جماعه، يعني خلي الخير دايما ماله بيكوا كده ان شاء الله.